أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فتحنا مركزا علميا في بلدنا على أنه لتدريس العلوم الشرعية ولم نجد معلمين، فاقتصرنا على تحفيظ القرآن، فهل عملنا صحيح؟ هو من العلوم الشرعية، تحفيظ القرآن من العلوم الشرعية، الحمد لله، بل هو خير العلوم الشرعية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.